بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الحديث النبوي الشريف، وذلك من خلال كتاب فتح المبدي بشرح مختصر الزبيدي. تعالوا بنا أبنائي وبناتي أولا نقرأ نص الحديث. الحديث الخامس، رواه لنا البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. تعالوا بنا أبنائي وبناتي أولاً نأخذ فكرة أو معنى عام للحديث، ثم نتناوله بالشرح التفصيلي. المعنى العام للحديث نقول فيه بأن عقيدة المسلمين عبارة عما يجب أن يؤمن به المسلم من توحيد الله عز وجل، توحيد الله في ذاته، توحيد الله في صفاته، توحيد الله عز وجل في أفعاله. فيشهد المسلم بقلبه ولسانه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويؤمن بجميع أنبياء الله ورسله دون إفراط، كما أفرطت النصارى بقولهم المسيح ابن الله، ودون تفريط كنكران اليهود نبوة عيسى عليه السلام ونبوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤمن المسلم كذلك بجميع الغيبيات، ومنها الدار الآخرة التي تبدأ بالموت ثم القبر، وتنتهي بالاستقرار في الجنة محل الثواب أو النار محل العقاب. هذه العقيدة هي مفتاح دخول الجنة أيًا كان قدر العمل، فالعمل في حد ذاته لا يدخل الجنة، وإنما على أساسه تتحدد درجة العبد في الجنة. ننتقل بعد ذلك أبنائي وبناتي إلى الشرح التفصيلي للحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة عيسى عليه السلام بأنه عبد لله وليس إلها ولا ابنا لله تبارك وتعالى. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله، أي وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذا إثبات لرسالة عيسى عليه السلام، خلافا لليهود المنكرين لرسالة سيدنا عيسى عليه السلام، بل ويتهمونه بأنه ابن زنا والعياذ بالله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها، بيان بأن خلق عيسى عليه السلام
كان بكلمة صدرت من الله تبارك وتعالى، كمثل آدم خلقه الله عز وجل أيضا بكلمة كن، فكان آدم كذلك كان عيسى عليه السلام. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وروح من، أي أن عيسى عليه السلام روح من الله عز وجل، إنما وجدت بأمر صدر من الله عز وجل إلى جبريل عليه السلام بالنفخ في مريم فحملت جنينا ذو روح. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، في هذه العبارة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن الجنة بالمصدر وهو كلمة حق، وكذلك عبر عن النار بالمصدر أيضا بقوله والنار حق، والهدف من ذلك المبالغة في إثبات دار الثواب وإثبات دار العقاب. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهذا دليل على أن المسلمين مآلهم الجنة أيا كان قدر أعمالهم من الطاعات، وأيا كان نوع وحجم أعمالهم السيئة حتى ولو كانت كبيرة، حتى ولو دخل بعضهم النار للعقاب على ما اقترفوه من معاصي وسيئات فهم غير مخلدين في النار فيخرجون منها إلى الجنة، لأنه كما قلنا العمل في حد ذاته ليس هو ثمن الجنة، دخول الجنة من بابها أول الأمر إنما يكون بفضل من الله عز وجل ومنة على عباده، أما العمل فهو أساس عليه تتحدد درجة الإنسان في الجنة. تعالوا بنا بعد ذلك أبنائي وبناتي ننتقل إلى بعض ما يرشد إليه الحديث الشريف. حينما نقرأ وندرس هذا الحديث الشريف يتبين لنا جلياً مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته. ثانياً يتبين لنا ويتأكد عندنا أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة هي أول دعائم الإسلام، بل هي مفتاح الجنة، فمن لم يوحد الله عز وجل ومن لم يؤمن بنبوة ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد بذلك بقلبه وبلسانه فإنه يكون غير مستحق لدخول الجنة مهما عمل من عمل في ظاهره صالح، لأن العمل الصالح أول شرط لصلاحه واستحقاقه للأجر أن يسبق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيضا نستخلص من هذا الحديث الشريف أن الإيمان بعيسى عليه السلام يجب أن يكون على أساس أنه عبد لله
ورسول من عند الله وكلمة من الله عز وجل، أو خلق بناء على كلمة صدرت من الله عز وجل. نستخلص كذلك من هذا الحديث الشريف وجوب الإيمان بأن الجنة حق، أي حقيقة واقعة وصدق لا مراء فيه، وأن النار التي هي دار العقاب إنما هي أيضا حق وليست شيئا معنويا، لها حقيقة وهي موجودة وستكون دار عقاب للكافرين والعصاة. خامسا، نستخلص أيضا عظيم فضل الله عز وجل وسعة مغفرته وعفوه، بأنه سيدخل المؤمنين به الذين شهدوا بوحدانيته ونبوة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبوة الأنبياء من قبله، وشهدوا وآمنوا بكل ما يجب الإيمان به من الغيبيات، بأن الله عز وجل سيسعهم بمغفرته وبعفوه يوم القيامة، فإما أن يدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وإما أنه بعد معاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم فإنه سيخرجهم من النار بعظيم فضله وكرمه، ويدخلهم الجنة ويجعلها هي مآلهم وهي مستقرهم الأخير، يتنعمون فيها بما أعده الله عز وجل لكل من شهد بوحدانيته وآمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا أبنائي وبناتي يكون شرحنا لهذا الحديث قد انتهى، لكن أنبه إلى أن ما قلناه وما يقوله كثير من العلماء في شروح الأحاديث إنما هو غيض من فيض أو قليل من كثير، فكلما تقدم الزمان كلما اكتشف العلماء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد وحقائق جديدة لم يعرفها من سبقوهم، وبالتالي هذا يوجب علينا دوام النظر والتأمل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراستها من جميع جوانبها، سواء كانت اللغوية أو الفقهية أو حتى صلتها بالإعجاز العلمي، فهذه الأمور كلها توصلنا إلى ما فيه الخير في ديننا وحياتنا ومعادنا يوم القيامة. أرجو الله عز وجل في نهاية هذا الدرس أن نكون قد استوعبنا ما فيه، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلناه وما سمعناه، وأن يرزقنا حسن العلم وحسن العمل وحسن الإخلاص وحسن الخاتمة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.